هذه أمور من الكرامات لا تنكر واقعة للسنة واقعة كثيرا. فالشأن في هذا أنه رضي الله عنه وغيره يقع له مثل هذا رحمه الله، وقع للبخاري وغيره كما تقدم حينما لسعه الزنبور وغيره، وفي قصص كثيرة في هذا الباب. عبد الله بن الزبير لما كان يصلي في الكعبة وكانت سهام الحجاج وكان يضرب الكعبة وكانت تمر تحت حنكه وكان لا يحس بها. هذا المقام العظيم لا شك أنه من قدر الله حق قدره وعلم عظمته فإنه قد يصل إلى هذا المقام، لكن من لك بها؟ يكرم الله بعض عباده، ومن علم عظيم ملكه سبحانه وتعالى وقدرته سبحانه وتعالى فإنه يخضع له لو شاء لأخذ الكون في لحظة. لا لك عباده سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا يقولكم فيكون، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن سبحانه وتعالى. كلنا نعرف وندرك، لكن الشأن فيما يقع في القلوب يا إخواني سبحانه. ملك من ملائكة، ملك واحد مخلوق من ملائكة الله، ما بين شحمة إلى عاتق مسيرة 700 عام، لو أمره سبحانه وتعالى يقلب الكون لقلبه. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، ولا شك أن هؤلاء يدركون ذلك. قال سفيان الثوري لحماد بن زيد رحمه الله: يا أبا إسماعيل ترى الله يغفر لي؟ قال: والله لو خيرت بين محاسبة أبوي ومحاسبة ربي لاخترت محاسبة ربي. ما أرحم سبحانه وتعالى، إن ربي أرحم بي من أبوي. وهذا هو الفقه بعينه، مع عظمة سبحانه وتعالى وجلاله وكبرياءه يفرح بهذا العبد المسكين الضعيف. ولا شك أن هذه المقامات العظيمة تقع لهؤلاء السلف، قدروا الله حق قدره وعلموا عظيم جلاله وكبرياءه سبحانه وتعالى. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا المقام الثاني هو مقام المشاهدة، يعني كأن يجتهد العبد كأنه يشاهد الله سبحانه، كأن الله يراقبه، وهو مقام عظيم. هذان هما مقام الإحسان، وهو الدين كله،